صباح الخير. بفقرة لقمة خفيفة لليوم رح نقدم البسكويت للأطفال بطريقة صحية، رح نقدم بسكوت برقائق الشوكولاتة، كمان رح نقدم ساندويش الأرنب للأطفال. أنا اسمي تاليا، أنا عمري 4، المدرسة باكل زيت وزعتر، أنا بحب الخيار، أحب الاستروبري والتفاح، أنا بحب أساعد ماما في الكيتشن، أنا بعمل مع ماما كل الأشياء في المطبخ، أنا بعمل مع ماما فاصوليا بيضة، أنا بعمل مع ماما كيك، أنا اليوم بدي أجي معك أعمل كوكيز. تاليا كيفك؟ منيحة. منيحة؟ بتعملي معي بسكوت اليوم؟ اليوم راح نعمل بسكوت هو تشوكليت شيب فيه، بس طبعا فانيلا مع قطع الشوكولاته. راح نعمله بطريقه قلب الدسم. راح عاده هاي انواع البسكوت بيستخدموا فيها 200 جرام زبده، يعني كميه كثير كبيره. راح نستخدم كميه اقل ونستخدم اللبن، بيعطي طراوه للبسكوت عشان بدل الزبده. هلا للبسكوت راح نحتاج المكونات التاليه. اوكي تاليا، نحكي المكونات: كوب طحين اسمر، وكمان تقريبا 3 ارباع كوب طحين ابيض، نص كوب من اللبن، نص كوب سكر ابيض، ونص كوب سكر بني، وتقريبا 50 جرام من المارجرين اللي هي الزبده النباتيه. وراح نستخدم رشه ملح، وتقريبا نص معلقه صغيره من البيكنج سودا، وشويه فانيلا، ونص كوب من التشوكليت شيب قطع الشوكولاته. ساعديني تاليا نبدا. تمام، يلا. هلا اول اشي رح نعمله رح نحط الطحين الاسمر. يلا تاليا تحطيه. يلا حطي لي اياه. ايوه برافو. بعدين نحط الطحين الابيض. تمام برافو. اوكي نحط البيكنج سودا. تاليا تحطيها. يلا حطيها. برافو عليكي. اوكي وراح نحط رشة ملح، ترشي لنا شوية ملح. تمام برافو. تمام، هلا نحركها كلها بالمعلقة. هاي معلقتك، يلا حركي لي اياها تاليا. برافو برافو. كمان كمان. تمام، هلا هيك حركناهم. راح نخلط الزبده النباتيه مع السكر، وبعدين نضيف عليهم اللبن. اوكي تاليا ساعديني. يلا حط اول شيء الزبده، تنزلي اياها. مارجرين 50 جرام، حط سكر ابيض. طيب سكر اسمر تحطيه كله. اوكي هلا نخلطه بالخلاط. اوكي حط عليه شويه فانيلا. يلا حطي لي اياهم. نخلطهم هلا. يلا جربي تخلطي معي. يلا تعال. طبعا رح نخلطهم لحد ما يصيروا زي هيك الكريمه متماسكين، شوي الزبده تكون نتفه طريه. يلا تاليا ساعديني. تمام، لاحظوا كيف ملمسها بتصير هيك شوي متماسك، كلها بتدوب مع بعض. وبعدين بنحط عليها اللبن. اوكي يلا نحط اللبن. يلا
هيك شوي بنخفف من كميه الزبده، لانه عاده مش اكثر، يعني مش من اقل من 150 200 بتكون بوصفات البسكوت العاديه. برافو تاليا. نخلطهم بالخلاط كمان. يلا غطيها. تمام، احركها شوي بالمعلقه. نخلطه شوي. هلا بنحط اخر اشي قطع الشوكولاته نص كوب. تمام، بدنا نعجنها شوي. نخلطها هيك بالمعلقه منيح. حلو منظرها تاليا. نخلطها، شوفوا كيف بصير منظرها، عجينة بدها تكون شوي طرية. تمام، اوكي، جاهزة العجينة لنخبزها. شو رح نعمل؟ نحط ورق الزبدة عشان ما نحط زيت، أو نرش شوية زيت. اوكي، وبعدين نعمل طابات ونخبزها بالفرن، تاخذ تقريبا 12 دقيقة على حرارة 170-180 تقريبا. تاليا شوفي شو رح نعمل. هلا انت قولي لي وين احط، يلا وين بدك احط؟ هون؟ اوكي. بعدين تمام، هلا بدنا نروح انا وتاليا نخبزها بالفرن عشان تكون جاهزه، تاخذ تقريبا 12 دقيقة. يلا تاليا تعال. حلو البسكوت اللي عملناه، ذوقي واحدة تقولي إذا زاكية. 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 وهلا رح نقدم ساندويتش الأرنب للأطفال. عشان نقدم ساندويتش الأرنب للأطفال نحتاج المكونات التالية: خبز توست أسمر، خبز توست أبيض، جبن تشيدر أصفر، زيتون مقطع، فلفل أحمر مقطع بشكل مثلثات، جزر مقطع بشكل شرائح. أول إشي منقطع التوست الأسمر بشكل قلب، ممكن نستخدم قطاعات خاصة، وبعدين منقطع التوست الأبيض بشكل مستطيل، وبعدين منقطع الجبن بشكل فم وبشكل مثلثات. بعدها منحط التوست الأسمر اللي هو بشكل القلب،
وبعدها منحط الخبز الأبيض عشان يشكل شكل الدينين للأرنب، وبعدها منحط الجبن والزيتون بشكل العينين، ومنحط الفلفل الأحمر عشان يشكل شكل الأنف، والجزر للشوارب، وهيك بكون ساندويش الأرنب جاهز للأطفال. كثير من الأمهات بيسألونا عن موضوع الإمساك للأطفال، لأنه كثير في أطفال بيعانوا من مشكلة الإمساك وكيف بنقدر نحلها. طبعاً أهم إشي لازم نركز على شرب المي، كثير مرات أطفال بيلتهوا باللعب، إنهم يتحركوا وبنسوا يشربوا كمية كافية من المي، أو إذا بيشربوا كميات كثير كبيرة من الحليب وما عم بياخدوا سوائل كفاية. وممكن سبب ثاني إنه ما عم بتناولوا كمية كافية من الخضروات والفواكه. أهم الفواكه اللي بتساعد الأطفال في حل مشكلة الإمساك عنا التوت، إذا موجود ومتوافر بموسمه بكون كتير منيح. عنا الخوخ الأسود أو إذا كان خوخ أسود مجفف. عنا الرمان والعنب، والفواكه الثانية كمان بتساعد، بس أهم إشي تكون بقشرها. وكمان نركز إنهم يتناولوا كمية كافية من الخضار يومياً عشان يخفف من مشكلة الإمساك. كمان نقدر نقدم منهم الخبز الأسمر اللي بيكون أغنى بالألياف. حتى أي حلويات بنعملها بالبيت مش غلط ندخل جزء من كمية الطحين تكون بالنخالة، يعني يكون طحين أسمر كامل عشان برضو ندخل كمية أكبر من الألياف. في إشي تاني بنقدر نعمله، بنقدر نعملهم عصير الخوخ الطبيعي، يعني نفس حبة الخوخ كلها نخلطها على الخلاط إذا الطفل ما بيحب يتناول فواكه، أو إذا عنا خوخ مجفف ممكن ننقعه بالمي ونخلطه مع شوية مي، كمان هيك بتعطيهم كمية كافية من السوائل وكمان الألياف اللي بحاجة لإلها عشان يتخلصوا من مشكلة الإمساك. بحلقتنا لليوم عملنا البسكويت برقائق الشوكولاتة بطريقة أقل بالسعرات الحرارية، كمان قدمنا ساندويش الأرنب للأطفال. بنلاقيكم بفقرة جديدة من فقرات لقمة خفيفة.